حضرتك كنت بتتكلمي من شويه على بتوصل الاكل للبيت، تمام. ايه الحكايه؟ انا فاهميني بتعملي ايه؟ انا بعمل الحاجه وجوزي معاه فيسبوك، بروح انا وهو راجل وصل وشيت بيه. الرجاله ربنا يحميه. اسمه ايه؟ اسمه محمود. محمود، تحيه خاصه ليك يا استاذ محمود، والله على جدعنتك ورجولتك في البيت يا استاذ محمود. هو والله بصراحه مشجعني وماما مشجعاني واختي، خليها ثانيه واحده انا هاجي لها. اتفضلي. فهم اكتر ثلاثه مشجعيني الحمد لله. اللي مشجعك ماما ومحمود ومحمود زوج واختي حضرتك، رحمه. حلو قوي. وحضرتك بتعمل الاكل وحوده ياخد الاكل على الدليفري؟ والله العظيم راجل محترم، انا بحترم جدا جدا الراجل. بصي، من اكتر الحاجات اللي انا شخصيا بحترمها في اي حد في الدنيا المشروع البيتي او البيزنس العائدي، حتى لو في الشارع، حتى لو راجل فاتح مثلا مشروع وهو بيقعد شويه ومراته بتقعد شويه وبعد ما اولاده بينزلوا يخلصوا دراستهم بيقعدوا، انا بحب الروح دي جدا لان هي دي النجاح، هو ده يعني هي دي بدايه النجاح. ورهنك لو ما حصلش ده في اي حد في الدنيا الا بعد كام سنه بتلاقيهم في حته خالص نتيجه المجهود، وده ربنا سبحانه وتعالى بيبقى شايف عباده عامله ايه، واللي بيكافح على ايه، واللي بيساعد على ايه، واللي بيعفف نفسه على ايه، واللي مش عايز يمد ايده على لحد ياخد منه حاجه، كل ده ربنا شايفه. فربنا قدرك وهيقدرك وهيكرمك ان شاء الله اكتر.